لعب في اخر خمس مباريات الماضي بالعربيه لعبوا مع السيتي كره طلعت تتحول هشام غضبه على المكبايز اليوم محرز رياض محرز كره منطق المكبايز مع التحرك سريع كنترول زينشانكو عقوبه المفروض على النادي كره توقف اليسار عند زينشانكو تنفي بالمناسبه بالعربيه وبالماضي لاعبان معا في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا في رصيد لرودري رودري في العمق فرصه لفريق السيتي مرت من رياض تنتهي لضربه مرمى كره تنتهي خارج ملعب ضربه مرمى لفريق نيوكاسل دوري فنمان سيتي فريق اللي ظل لمده اربع فرصه الثالث جابي مهد يرجع كره دي بروين ولكن في تسلل كره ترجع بركله حاره غير مباشره لفريق نيوكاسل نيوكاسل اخر مره عرف التعادل على عند لقاء الإياب أمام الريال يصبح الموقف صعب حتى لو كان ريتشي تدخل من ستونز كرة تلعب في آخر منطقة الجزاء رأسية عند الحارس سيدرسون كرة ترجع من جديد لمصلحة فريق محرز دي بروين يستلم البلجيكي من ليت الإيطالي كرة مناطق السيتي بين منطقة موجودة من أوتامندي أوتامندي قام بالتغطية كرة تتحول خارج ملعب أمامنا مدافع نيكولاس أوتامندي ريتشي على مستوى القائمة الثاني شلبي مع جابرييل جيس كانسيلو تبقى الكرة عن فريق السيتي التمرير مذكورة رياض محرز عرضية ولكن تأخر في هجمة خطيرة بيعمل كابي محرز عرضية يموا جواو يسدد البرتغالي والكرة يلمسها الحارس دوبرافكا اليوم فريق السيتي حاول يقدم درس كبير في منطقة المقبايز رودري عرضية والكرة دي بروين رجع كرة دي بروين للوراء رايو يموا رياض يسدد كرة ترتب أساسية باستمرار مع فريق السيتي البرازيلي ماهد كرة ولكن عودة سريعة ترتب فريق نيوكاسل ننتظر التغطية موجودة بالرودري كرة يقطعها وتمندي شب من عند ريو هذا دي بروين عرضية ولكن التغطية موجودة بريتشي بس الكرة عند بن طالب شيلفا يخسر كرة الآن فرصة الثالث الدخل ممتاز والثالث يا فودين والثالث يضيع على السيتي سيتي والبريسنج العالي الضغط واستغلال الكرة لكن ما كملهاش فودين يوصل انطلاقة التمرير دي بروين يلعب كرة فودين في اليمين جو كانسيلو يطالب ضربة جزاء كرة تضرب داني روز فريق سيتي فريق الفن والهندسة جيسوس يرفع كرة داخل منطقة الجزاء رأسية لما يكون فريق فيه لاعب في وزن الكرة تنصف الفريق اللي يلعب بشكل ممتاز الكرة تدور في الملعب كرة باتجاه زينة الوقوف أمام السيتي مقاومات عند جواو للريو رياض العارقة الموجودة والنجم الجزائري يتحصل على خطأ بطل القارة للشوط الثاني كرة منطقة فريق نيوكاسل رياض محرز مقوسة تبعد من